ماما؟ أريا؟ ماما شوفي بعد شوفي ما بعرف وين راح بس أما لقيته جنبي على طيب ليش عم بتصرخي؟ أكيد هو نايم فوق. لا هو مانو مانو بالبيت، تفقدت غرفتي ما بعرف وين راح بيت ما بعرف. فيك عمتي بيملا، معقول بونيش طلع من السجن؟ ليكون أخذ بيت وخطفه مني. لا 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 فيديكا بلا لها الخوف هاد، ما تقولي شغلات سيئة، رح أحكي مع الشرطة فورا. ما في داعي تحكي مع حدا عمتي. لوين أخذته بنص الليل؟ خلصنا فيديكا، خلي الولد نايم عند أبوه. مالك شايف قديش هو مرتاح؟ صح ساهل، أنت وين رحت مع فيد بهالوقت المتأخر؟ يا عمتي شكله فيد ما كان قادر الليلة ينام من دوني، لهيك أكيد طلع ليدور علي. عن جد هذا الحكي، ومثل ما بيقولوا إنه الارتباط بين الأب وابنه قوي كتير. شوف فيد كان مشتاق لك كتير، وأنت وصلت بالوقت المناسب لحتى تحميه. بابا لا بقى تتركني وتروح أبداً، أنا خفت كثير وأنت مالك معي. بابا خليك معي ولا تروح لأي مكان. شوف جاكي أنا استني شوي، أنا رح أحكي وانتي اسمعي. ليكي مدام أنا ما عم أفهم شو مشكلتك وليش بتضلي معصبة؟ بعمرك حاولتي تفكري من وجهة نظر فيت شي مرة؟ عمرك فكرتي شو محتاج؟ هو بحاجة لأبوه معه يا فيديكا، وانتي ما لازم تفكري تكوني وفية لساهيل